أهل الحديث الخيرية، حيث دخلت من معبر باب الهوى الحدودي مجموعة من السيارات التي تحمل المواد الإغاثية إلى الداخل السوري ليتم توزيعها على مستحقيها حسب ما يؤكد القائمون على الحملة. تم استقبال لحد الآن من أسبوع وجاي حوالي 12 سيارة تحمل الإغاثة من إحرامات وملابس للسوريين، وهذه الحملة من حملة دفء الشتاء والريف الخبز. القائم على هذه الحملة جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت. تحمل هذه القافلة كميات من الألبسة لمختلف الأعمار ولكلا الجنسين، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الأغطية والمواد الغذائية وحليب الأطفال، حيث تصل هذه المواد إلى أغلب المحافظات وخصوصا مخيمات النزوح على الحدود السورية التركية دون استثناء. بنى مخيمنا في أراضي الزيتون، والمخيمات هي أبسط ما يمكن أنه تأمين للعائلات السورية الموجودة هون. انبنت على الأرض، حملة دفء الشتاء ورغيف الخبز ساعدتنا بالمستطاع من قبلنا. نحن بنطالب باقي الجمعيات وباقي الداعمين أنه يأمنونا بس التراريح، الألبسة، السلات الغذائية وسلات النظافة. أحمد علي المطير، حسين محمد. هذه الحملة حاولت زرع البسمة والأمل على وجوه هؤلاء النازحين من خلال توزيع كميات لا بأس بها من الأغطية والألبسة لتقيهم برد الشتاء، ومواد غذائية قد لا تفي بالغرض لكنها سدت بعضا من احتياجاتهم واحتياجات أطفالهم، خففت عنهم وطأة النزوح على حد تعبيرهم. قدمت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في السعودية مساعدات غذائية ل3500 أسرة سورية في مدينة صيدا اللبنانية.